مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم بالسياسة. قبل ما نعود نولي ونهضروا على القمة العربية وكوب 27 اللي عندهم علاقة وطيدة، لأننا نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية وأثرها الجديد في الجزائر الجديدة، لازم يتحفنا مراد بوطاجين بيت شعري. رياضة الشعر. أنا كي قال يتحفنا مراد بوطاجين كنا أنا حاجة أخرى، ولكن خلي بعيد شعري، خليت صديقي إبراهيم الكاتب بالشعر للأستاذ وجيت المرة. ثقتي كبيرة في قدراتك مراد. مصطفى استنى دقيقة برك، إبراهيم قبل في الكوليس قال لنا خطوني من هذا الكوتي، دونك سكارافي عطينا بيت شعري. يلا عندي زوج ولا ثلاثة ما نجمش نكونسومي صابنا ثلاثة أبيات وكوزينة. هيا مراد تفضل. كاين استدير الناس اللي يبداو سيناريو ما يدخلوا من الكبر وكذا الى اخره، يتفكروا هذا البيت هذا يعني يقول لك سئمت تكاليف الحياه ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمت ومن يخطئ تعمر فيهرمي. ابراهيم صديقي ردها علي. هذه يقول كيفاش تبدا هذه؟ قول هذه معلقه صح. معلقه زهير بن ابي سلمى. زهير بن ابي سلمى الجزائريون عاده يحفظوها لانها في المقرر الدراسي موجوده. موجوده دونك هي تبدا من هذه سئمت تكاليف الحياه في كتاب ثانوي نظن ولا في الثانوي، لكن نعم. المعلقه ما تبداش هكذا، معلقه تبدا امن امي اوفى ذمنه لم تكلمي بحومانه الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم. الله الله الله. وسيجيب الدكتور بلعزوق بالشعر الشعبي الأصيل تاع لي زالجير. ويا خويا تفضل. يا خويا هذاك انا حصلتني لا أتقن الشعر يا مصطفى. عطينا وحده. عطينا. شفت النقاب جاي يزور فخاخي والزرع صابو ساخي، ما قرا العقوبه ما هرب له خا وحصل حصل في مصيده الشيخ ما لقى لا بيض لا فرخ. الله الله الله. خممت هذه حاجه اكيد. بخيل السفاح عقلو شيخ من لا طاع شيخو كيف بغى يكون شيخ. الله انت راقد ابراهيم الى ان بطل. يعطيك الصحه. سي بيان دتر الجيريان دتر ان اوتنتيك الجيريان بثقافتك العربية بهويتك وأصلتك الأمازيغية بتفتحك للغات الفرنسية والإنجليزية وبالنيف الجزائري اللي يعجبني خاصة في القمم والمحافل الدولية. النيف الجزائري تصفيق عليه. كنا نقولوا إذن قمة عربية شهدنا فيها لقاء الأشقاء العرب إبراهيم صديقي، شهدنا فيها دبلوماسية نشطة، وشهدنا فيها في بعض الكواليس اللي ما تعيش في الواقع وتعيش في المواقع سياسة خارجية تتبنى أبواق مأجورة. إيه نعم، هذا انحراف خطير في العمل الدبلوماسي وفي السياسة الخارجية عموما. الجزائر ما زالت ملتزمة بقيم الدبلوماسية العالمية، دبلوماسية هادئة لا تهول شيء ولا تصطنع شيء، دبلوماسية عاقلة متوازنة. أنا شفنا الأمور سواء تعلق الأمر بأن نستضيف أو نستضاف، لكن هناك صح بعض المجتمعات أصبحت الآن تلجأ إلى دبلوماسية منحرفة تماما، يعني تحرض ناس يهضروا ويسووا الخصومات، تسوى الخصومات عبر مواقع هكذا، وأصبحت السياسة الخارجية فيها شتم فيها قذف فيها حرق للأعراف العلاقات بين البلدان، وهذا شيء خطير جدا، ولكن لا ينقص من شأن الدول التي ما زالت تحترم دبلوماسيتها، ما زالت تحترم أعرافها وتقاليدها وقيمها. احنا الجزائر عمرها ما دخلت في واحد، عمرها ما قالت هذاك السيد هذه البلاد هذه تدير ولا ما تديرش ولا، بالعكس حتى رئيس الجمهورية تاعنا لما تحدث عن ليبيا في القمة العربية أكد تأكيد قاطع فاصل أنه الشأن الليبي هو شأن الليبيين، إذا أردتم أن تساعدوا ليبيا فمكنوا الشعب الليبي من أن يختار ما يشاء وأن يفعل ما يشاء في بلده. تفضل. عجبني يا صديقي إبراهيم أعطانا صورة على الجزائر في الدبلوماسية الخارجية
وشاري لا ما تنقص من ما ينقص منا حتى شيء رغم يعني الاقاويل والتاويلات وكل شيء. هنا باش نجاوب الصديقي عنده الحق ما ينقص منا حتى شيء. لماذا؟ لانه القمه العربيه اولا من تنظيم يعني دوله ماهوش اي دوله عربيه قادره يعني في الوضع الحالي تنظم. بالتالي الجزائر نظمت القمه تعتبر إذن أو يعتبر بلد آمن، بلد مستقر، هذه من جهة. كرونولوجيكمو يعني كرونولوجيا كيفاش تم التنظيم، وهذا نرجع به دائما ما نقص منه حتى شيء. كان فيه علاقات، كان فيه خرجات للوزير الخارجية خلال يعني مدة طويلة، كانت ثنائية، كانت فردية، كانت جماعية، فكل هذه المرحلة يعني خدمت هذه القمة. ثم نهار القمة كان تنظيم محكم سواء الجانب البروتوكولي او الاستقبالي او يعني الحضور. حتى الحضور يعني خويا مراد خويا مراد والمضامين المضامين اللي ما حبوش يهتموا بها بالعام. نعم درك انت جايين قاده عرب وفي قمه عاديه يعني ماهيش استثنائيه ولا هذه قمه عاديه ولا اخر وكاين نورد جوجور وكاين الاخر يهتم لك يقول لك فلان ما جاش ولا فلان جا وينسى او يتناسى بطبيعه الحال المضامين التي طرحت في القمه العربيه. شجاعة ديجا باش تطرح شجاعة فكرة لم الشمل العربي في قمة يعني أنت تعي جراح هذا الوطن العربي على بالك واش كاين عند العرب وعلى بالك بالخلافات وعلى بالك بالمشاكل وعلى بالك بكذا باش تجيبهم تلم الشمل هذه لا يمروا عليها مرور الكرام بطريقة عجيبة. يعني البيان الختامي اللي خرج على التمخض على لقاء الجزائر قمة. إعلان الجزائر أو بيان الجزائر في القمة هاك شفت المفاصل اللي فيها كلها مهمة ومصيرية بالنسبة للمواطن العربي وكان فيها تركيز على كرامة المواطن العربي هذا ما يبان لهم يعني حتى الإعلام تاعنا بعض المنابر الإعلامية الجزائرية للأسف ما تعب. فيما يخص القمة دائما إبراهيم خليني نطرح سؤال للدكتور عوداش العيدي. في الأول كانوا يقولوا لنا القمة هذه ما راحش تكون في الجزائر كانت القمة كي كانت القمة قالوا لك الرؤساء والملوك ما راحش يجيو جاءوا الرؤساء والملوك كي جاءوا الرؤساء والملوك قالوا لك ما راح يحكيوا على حتى شيء وراه السبب والخلفية تاع الانزعاج الكبير لهذه اللوبيات اللي عندهم مصالح ينزعجوا لأننا حاولنا واستطعنا ولحقنا نلموا شمل الفلسطينيين علاش ينزعجوا ينزعجوا لأننا في القمة خضينا الأولوية للحديث على القضية الأم اللي هي فلسطين وحديث على جميع آهات ومشاكل الوطن العربي صحيح. قلنا ليبيا لازم تولي طريقها وتكون حرة داخلها قلنا سوريا لازم تكون تعيش دون الدرواشمة قلنا العراق قلنا اليمن وقلنا حتى لبنان لازم تولي قوتها الاقتصادية وسلمها الاجتماعي وراه الانزعاج علاش ما يحبوش الخير؟ شكرا. هو في الحقيقة أنا لست دبلوماسي أو خبير سياسي أنا رجل قانون ولكن أستطيع أن أعطي بعض الملامح في هذا الموضوع. طبعا من جانب المبادئ من جانب القانون الجزائر وفية لمبادئها فيما يخص عدم التدخل في شؤون الغير. الجزائر وفية حسب يعني السياقات التاريخية كاملة وفية لاحترام ما يصدر عن الشرعية الدولية قرارات الأمم المتحدة قرارات الجامعة العربية الجزائر تحترم الجامعة العربية كهيكل عربي سياسي قانوني وتحترم ما يصدر عن جميع القمم العربية السابقة سواء على مستوى القادة أو على مستوى الوزراء أو على مستوى الخبراء لذلك الالتزام هذا لتلتزم الدولة الجزائرية أعتقد أنه يزعج أطراف كثيرة لتتنصل من التزاماتها. نعطيك مثال طبعا حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة بموجب قوانين الأمم المتحدة بموجب قوانين وقرارات مجلس الأمن آخر شيء هو وجود القضية الفلسطينية أمام محكمة الجناية الدولية هناك ملف فلسطيني قضائي أمام محكمة الجناية الدولية هذا الملف لو لم يجد دعم سياسي عربي وإسلامي ما يتقدمش للأمام حبينا ولا كرهنا العدالة الجنائية الدولية هي عدالة انتقائية وتؤمن بمبدأ القوة عدالة القوي إذن
الملف الفلسطيني موجود عند المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يحتاج إلى دعم إعلامي، يحتاج إلى دعم سياسي، يحتاج إلى دعم مالي، يحتاج إلى دعم من طرف الخبراء. أعتقد أن الملف هذا راه يروح مكانه. أنا حسب التتبع تاعي لهذا الملف راه، لأن هناك لوبيات على جميع المستويات تعرقله. الجزائر أعتقد ما قصرت في الجوانب الأخرى تجاه الشعب الفلسطيني. أصبحت هذه القضية الأم المركزية تزعج من ينتهج نهج يتنصل فيه من القرارات السابقة خلال القمم العربية أو خلال ما صدر عن الأمم المتحدة. جميل جدا. مصطفى زبدي تفضل. قبل عندي سؤال جوستومون ليك في هذا الجانب. الجزائر لا تتاجر بالقضية الفلسطينية، بل تعمل على أن تستعيد فلسطين دولتها كاملة بعاصمتها القدس. هنالك من يتاجرون بأشياء أخرى أو يبيعون المصلحة الفلسطينية من أجل مصلحة اقتصادية. ماشي خير كان هادو راحوا داروا أن مارشي أغاب كومان باش الاقتصاد يتطور، باش المتواجد في السعودية وفي الجزائر وفي في في جميع الدول يستفاد من 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 الموارد تاعنا، وليو داليفير هاد التفاهات تاعهم. المفروض هذا ما يجب أن يكون، لأنه المقومات الموجودة عند هذه البلدان العربية هي مقومات أساسية، ويمكن في حد ذاتها أنها تكون لوبي. ولكن للأسف الشديد يعني ميولات البعض إلى ما هو غير عربي، إلى ما هو غير مبادئ، قد يجعلها يعني تتملص من هذه المسؤولية. وانت راك طرحت سؤال مهم جدا، وعلاها الموقف الجزائري يحرج هؤلاء؟ لأنه لازم تعرف أن القضية الفلسطينية في حد ذاتها لما الجزائر ولا أي كان يتناولها هي قضية محرجة لحكام الشعوب العربية. يتحرج لما تجي دائما مثلا حتى في ناحية الموارد المادية، قليل من البلدان وبقات وقيل حسب علمي وصحوا لي غير الجزائر هي اللي راهي تساعد الآن ماديا فلسطين. يعني أنت لما تهدر على حقوق الفلسطينيين وتهدر على مساعدة الفلسطينيين والجرائم اللي راهي توقع، أنت أمام حكام طبعوا يطبعون وسيطبعون، راك حطيته في حرج، وبالتالي هو ماذا به أنت تسكت إلى الأبد؟ ما تزيدش تذكر لي هذه القضية لأنك أحرجتني، لأنك زعزعت عرشي وأنت راح تدير لي مشكل في بلادي. للأسف الشديد هذه هي الأحداث وهذه هي الأمور التي لابد أن نتحرك فيها. في نفس السياق وشو يقول مصطفى، حتى نذهب إلى هذا السوق العربي، احنا قلنا كل التكتلات في العالم سواء في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، اتحاد دول أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا، غيرها، هذه تمت أولا بسوق اقتصادي، لأنه الاقتصاد هو الأساس. وقلنا أنه الجزائر كانت لها المبادرة، كانت سباقة أن أعطت هذا الطابع الاقتصادي للجامعة العربية، لكل مرة تتكلم إلا في قضايا سياسوية ولا تنفذ كل البيانات التي تطبقها. هذه القمة كان لها انفرضت بهذا الجانب الاقتصادي. أولا يجب اتحاد جمركي، لأنه باش دير سوق موحد، ومصطفى يعرف هذا الأمر خير مني، لازم يعني تفكك الحواجز الجمركية اللي بارير دوانيال، ولازم تفكك هذه تروح على مراحل، ما تقدرش ديرها ما بالليل ونهار. حنا نذكروا أنه في 2005 كانت مبادرة طيبة هي لازالا، هذيك لا زون اراب دو ليبر ايشونج، لكن للأسف الكثير من الدول العربية ما يعني ما كانتش نازيها وما لعبتش دورها كما ينبغي، عكس الجزائر اللي مشات في هذا السياق تاع لا زون اراب دو ليبر ايشونج اللي سموها لازالا على ليبوك. المشكل انه بعض البلدان كانت تجيب بضاعه من الصين وتدخلها لبلادها وتعطيها شهادات المنشا، سيرتيفيكا دوريجين كوم كوا لي فابريكي، يعني على حسب انها مصنعه في بلادها، وهذا كان شيء خطا، وهذا مس حتى بالاقتصاد تاعنا. لازم نخرجوا من الانانيه هذيك والمصالح الشخصيه، لازم نروحوا الى مصالح موحده، والمصلحه الموحده لازم تنازلات، كل بلد يدير تنازلات وينحي هذه الانانيه ويروح يذهب على الانظمه العربيه. على الانظمه العربيه بسرعه ابراهيم، الانظمه العربيه كلها عليها أن تفهم أنه حتى بقائها يتطلب رضا شعوبها، ورضا الشعوب لا يتم إلا من خلال أنك توفر له على الأقل أسباب الحياة الكريمة، وتوفر له الطموح، وتعطيها أمل في غد مليح، والتنمية وما إلى ذلك. الفقرة اللي جات في البيان الختامي، بيان القمة العربية في الجزائر، فقرة مهمة جدا تتحدث عن التكامل الاقتصادي العربي.
يستطيع الوطن العربي لو يتكامل صح بنية حسنة كما قال أمين استطاع فعلا أن يحقق اكتفاءه الذاتي في كل المجالات. شوفوا الاكتفاء الذاتي مصطفى، احنا تكلمنا على شيء مهم في هذه القمة العربية اللي هو الأمن الغذائي. احنا نعرفوا أنه هنا نديروا ربطة الوصل ما بين القمة العربية ولا كوب 27. هاد التغيرات المناخية، هاد التغيرات المناخية أدت إلى جفاف. باش تصيب طريقة باش تهضر على التغيرات المناخية. لا 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 هو الجزائر في السبعين كامل تقديم كامل اللي داروا امين باش يرجع للمناخ وحنا هضرنا عليه يهتم بالمناخ دار مقدمه صدى ولا زعما حسب التخلص حسب التخلص قبل ما يروح لكوب 27 ماذا بكم تعرفوا راي العنصر النسوي في القمه العربيه ما تجوزوش عليا مرة الكرام يعني نشوفوا مصطفى يعني صح الجزائر اي حدث تسعى لتنظيمه كنا شفنا هذا في السابق في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط شفنا تكالب على الجزائر يعني في كل مرة تسعى لتنظيم حدث معين يهم العرب ولا يهم العالم على وجه يعني على وجه كامل نشوفوا بلي كاين تكالب ضد الجزائر دائما الجزائر محطوطة كما نقولوا في مركز اهتمام بعض البلدان سانسيتي هاد البلدان يعني نشوفوا بلي من مخرجات القمة العربية كما قال مسيو مراد بوطاجي المقبل كانت يعني الجزائر من بين البلدان اللي الحمد لله ننعموا بالأمن كانت الأمن والسلم من أهم مخرجات القمة العربية ثانية القضية الفلسطينية يعني القضية اللي الجزائر دفع عليها والجزائريين كامل مع هذه القضية لأنه احنا نعتبره أنه فلسطين بلد ثاني ديالنا وأكيد أنه كل جزائري حر ونزيه ضد التطبيع يعني كانت من بين أهم النقاط الأساسية اللي تناولت القمة العربية وبالتالي كل ما نشوفه حاجة راهي تنجح حاجة راهي تستمر أكيد أنه راح يكون كاين أعداء نجاح لو أنه الجزائر ما فرضتش وجودها في القمة العربية ونجحت فيها ما راحش يكون في أشخاص ولا جهات ولا أطراف مدام صابرين عوينا معينة ضدها صحة للتدخل وشكرا لمسيو مراد بوطاجين مسيو مراد وكنت خليني شوية نعطيك شوية وقت ثاني جاي لها باسكو الحدث تاع نهار الأربعاء مراد بوطاجين وحدث ثالث أهم حدث في الأسبوع هو يهمنا في شقين في شق أنه كاين بلدان أخرى تعاني من إشكال كبير وكاين الجزائر اللي الحمد لله توفر هذا المنتوج الحدث تاع نهار الأربعاء متعلق بزيادة في أسعار الوقود هل تكون زيادة ولا ما تكونش تابعوا معنا راح نكملوا السنة باستهلاك تقريبا 3.3 مليون طن تاع بنزين 9.9 مليون طن تاع مادة كازوال و 1.5 تقريبا مليون طن تاع جي بي ال سي تاع الغاز المميع الجزائر لا تستورد البنزين يعني الطاقة الإنتاجية اليوم تكفي الحاجيات الوطنية إذن كما سمعتم أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل اليوم أن أسعار الوقود لن تعرف أي زيادات في سنة 2023 ركزوا معي مليح الجزائر في 23 2023 ما راش تعرف زيادات في الوقود أوروبا شتاء بارد راح يكون خاصة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واش رأيك في هذه السبلاس انا اللي كنت ماذا بيا تخليني نكمل فكرتي على كوب 27 تقدر المحروقات عندها علاقه بكوب 27 عندها علاقه بطبيعه الحال شوف لانه يجب يقدمها لا يجب نعرف انا ما عندي ريفيزا وصل ريفيزا وجابها باش يمدها الجمهور عندي 10 سنين ريفيزي فيها مراد لانه عندي 10 سنين وانا مهتم بهذه التغيرات المناخيه وهذه التحولات هذه اللي ادت الى كوارث طبيعية اللي هي الجفاف اللي هي الإعصارات الفيضانات التصحر ما تنساش باللي الجزائر في السبعينات كانت سباقة هما اليوم راهم يتكلموا على مبادرات حتى يحدون من هذا الاحتباس الحراري حتى يحدون من التصحر من الجفاف احنا في السبعينات درنا سد الأخضر المهم أنا نجيك العلاقة ما بين المحروقات والاحتباس الحراري المحروقات احنا نعرفوا أنه هذا الاحتباس الحراري هذا من 2030 إن شاء الله إذا كنا ملحيين هم يقولوا راح يلحق ما بين 2.5 إلى 3 درجات زيادة صحيح
من الأسباب الأولى اللي أدت إلى الاحتباس الحراري هاد المحروقات. حنا عرفوا أنه كان لافويت تاع الميتان في الآبار تاع البترول، في الآبار تاع الغاز الطبيعي كاين لافويت تاع الغاز. هاد الغاز الميتان هذا هما كان تقريبا 6 غازات هي اللي تؤدي هذا الاحتباس الحراري، لكن أخطرها الميتان وأكثرها هو غاز ثاني أكسيد الكربون لو سي او دو اللي بوسائل النقل اللي بالمواشي بالفلاحة تربية الأبقار اللي هي تمد الكثير من هاد الغازات. احنا نعرفوا أنه اون تيرم دو كونتيتي يعني في الكمية لو سي او دو ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الأكثر إضرار بالمناخ. يجي موراه الميتان اللي هو أكثر ضرورة اللي بلو فيرولون لكن في الكمية ما راهوش كما هو. هذه من المحروقات، هذه صناعة المحروقات هي من الأسباب الأولى اللي تؤدي للاحتباس الحراري. الحمد لله احنا عكس أغلب البلدان في العالم ما راحش يكون زيادة في سعر البنزين، لأنه أولا احنا من أكبر المنتجين في العالم سواء البترول، ربما ما راناش اكبر منتجين. الان الانتاج تاعنا راه تقريبا 1.1 مليون برميل يوميا، وال 1.1 مليون برميل يوميا، وعلما انه المملكه العربيه السعوديه تقريبا 11 مليون برميل، الولايات المتحده الامريكيه 16 مليون برميل. الولايات المتحده الامريكيه اكبر منتج، الناس غلطه بزاف يقول لك السعوديه، لكن ليست اكبر مصدر لانها تستهلك اكبر كميه من البترول لتنتجها. والحمد لله في هذه السنتين هذوما درنا صناعه تحويليه، يعني لو رافيناج. للاسف احنا كنا نصدروا البترول ونصدروا الغاز، لكن لي ديريفي تاعو المشتقات تاعو كنا نستوردوها من اوروبا، وهذا شيء خطير جدا. يعني انت عندك الماده الاوليه وتروح وتعاود لك بسعر. احنا الحمد لله في هذه السنتين هذوما من 2020 حتى 2022 درنا دي رافينري، وهذا لي رافينري هذو ولينا البترول وهذا البنزين ولينا نديروا له رافيناج تاعو في الجزائر. لهذا ما طلعتش هذه حتى نحافظوا على القدره الشرائيه تاع المواطن. انت راك تحكي والسي مصطفى زبدي ماهوش موافقك. قبل ما يدخل معاك في عراك سياسي انيق جدا، نروحوا الوقت الصح. وقت الصح سيدتي أوانسي وسادتي، سنتحدث بحقيقة ومسؤولية مع ضيوفنا الكرام. أستاذنا المحترم، الحديث سيكون على قطاع العدالة، هو قطاع مهم. لا حبينا نبنيو بلاد قوية ما لازمش تقدر تكون بلا ما تكون فيها عدالة. ما راحش نطرح عليك سؤالنا، نخلي مراد بوطاجين هو محامي يقدر يدافع علينا. تفضل مراد. معليش سؤال هكذا مباشرة، أنا كمحامي أو كرجل قانون كذلك ممكن نطرح على سيد القاضي هكذا. يعني احنا من عائلة واحدة يعني من العدالة، ولكن كيفاش تشوف كانت واحد العلاقة ما نرجعوش لها بين مثلا المحامي والقاضي؟ يعني نقدر نقول كانت علاقة ما كانتش وطيدة، ما كانتش يعني هكذا إلا تشاطر ليا. اليوم هل هناك تطور بالنسبة لهذه العلاقة المهنية، أقول المهنية يعني ما هيش علاقة يعني فردية ولا المهنية، في مجال العدالة أو القضاء؟ شوف سي مراد، العلاقة بين القضاء والمحاماة قبل ما تكون علاقة الأسرة، أفراد الأسرة الواحدة، فهي علاقة جدلية وبعيدة في التاريخ وكذا، ولكن الأصل في هذه العلاقة هي علاقة الاحترام، علاقة التعاون، ولا تخرج عن هذا المجال. لا يجب أن نقيس مدى تشنج هذه العلاقة أو تآلفها نعم من خلال بعض يعني التصرفات أو السلوكيات التي قد يعني تحدث هنا أو هناك في بعض الجهات القضائية، ولكن لكل قاعدة عامة أكيد استثناء. القاعدة العامة هو أنه المحامي يعرف ما له وما عليه، والقاضي يعرف ما له وما عليه. هناك قانون يجمع بيناتهم، يحتكم إليه الطرفان، هناك مدونة أخلاق تحكم سلوك المحامي وتوجد نظيرتها لدى القضاة. أنا أتمنى
أن هذه العلاقة تتوطد يعني مع الوقت لغرض نبيل وهو الارتقاء بمرفق القضاء وتقديم خدمة قضائية للمواطن أين يجد المواطن نفسه في أريحية عندما يعني يتوجه إلى محكمة أو إلى مجلس بحيث يحس بأن هناك أمن قانوني، يحس بأن هناك أمن قضائي، المحامي يبقى رفيق المتقاضي والقاضي يضمن العدالة بحياده باستقلاليته، وذلك كله طبعا يكون في صالح المواطن والوطن في أني معه. تفضل. أنا لاحظت الأستاذ النقيب، لاحظت له تدخل في قبل أيام قليلة جدا في التلفزة العمومية في نشرة الأخبار، وتحدث عن عهد جديد للعدالة الجزائرية. هذا سؤالي الأول، إذا ممكن نعرفه معالم أو ملامح العهد هذا الجديد. سؤال ثاني، أنتم القضاة سيدي، أنتم رموز الإنصاف، هل القاضي في حد ذاته منصف في مجتمعنا من خلال وضعيته الاجتماعية، من خلال الإمكانيات اللي يشتغل بها وما إلى ذلك من ضروريات؟ وهذه من الأشياء اللي تقدر تخليه يكون منصف كذلك. طبعا شوف، الحديث في هذا المجال هو حديث ذو شجون يعني بصراحة طويل، لأنه القضاء في الجزائر ما يخش عليكم مر بمراحل ومر بمطبات وتحمل مسؤوليات، تحمل مسؤوليات. ووضع القاضي في الجزائر إذا كان نظرنا له من منظور العادي فهو وضع أي إطار، لأنه القاضي في الأول وفي الأخير هو ابن الشعب، ابن الوطن. ولكن يجب أن نعترف بأنه خلال هذه الفترة الوجيزة بقدر ما تحمل القاضي من ضغوطات حياتية في مجال عمله وضغوطات مهنية، كي نقول ضغوطات تتعلق بظروف العمل بالدرجة الأولى، بقدر ما هناك استشفينا إرادة سياسية حقيقية ابتداء من دستور 2020، أين خصص الدستور محور محترم جدا لقطاع يعني العدالة. طبعا بعد الدستور بدأت هذه الأحكام الدستورية تنعكس في النصوص العضوية القانونية. خرج القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لأول مرة في الدساتير الماضية تم دسترة تشكيلته، وهو الآن المجلس الأعلى للقضاء يعني يسير بوتيرة إيجابية نحو ما هو أفضل. نرجع لسؤالكم، إذا رأينا الوضعية الاجتماعية للقاضي نقولوا يعني ليست بالسوء الذي ينظر إليه المواطن، وليس بالأريحية التي نتمناها والتي يجب أن تكون. نكونوا متفقين، إذا أردنا أن نؤسس لحكم عادل، لاقتصاد قوي، لاستثمار، لكذا، يجب أن يكون القضاء مستقل، والاستقلالية هذه تكون مؤسساتية، يعني توفير الهياكل والظروف المريحة للقاضي من أجل أن يقدم عمل ذو جودة، واستقلالية ذاتية لشخصه. يجب أن يبعده عن جميع تأثيرات الحياة المادية والتأثيرات الأخرى. ما يخفش عليكم بأن القاضي إذا كان قارنا ببعض الدول الأخرى، يعني بالقضاة في الدول الأخرى اللي عندها نوعا ما خطوة إلى الأمام في هذا المجال، رانا مازلنا بعاد، ولكن رانا متفائلين. باش نكون واضح، شوف في نفس السياق، هو قال السيد النقيب، قال لو نقارن القاضي بدول أخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية الموظف الأعلى راتب لو فونكسيونير لو ميو بي هو القاضي، وبعده يجي الطبيب لأنه يعرفوا قيمة القاضي. ما يخلص قوم بعد أنت. هو الموظف الأحسن راتب اللي عنده أعلى راتب هو القاضي. في بريطانيا نفس الشيء. في كل الدول المتقدمة القاضي عنده مقام اجتماعي راقي، حتى يكون في مأمن من الإغراءات، لأنه ما نسوش في آخر المطاف هو بشر. فهاد الصدد بالعزوك، مادامك أنت de fonction et d'exercice قاضي، شحال يخلص القاضي الجزائري؟ لا فوقشات.
والله هو على حساب يعني يخدم في محكمه ابتدائيه في مجلس. ما نقدرش نمد لك يعني رقم محدد، ولكن اجر متوسط يتراوح بين وبين بين المتوسط والحسن. انا نقدر نعطيك تقريبا، اعطيني تقريبا يخلص هو القاضي على حساب يعني الرتبه تاعو، لانه هو عنده ديزيشلون، يبدا في المحكمه الابتدائيه، يبدا كيخرج من الماجستراتور المدرسه العليا للقضاء ويروح حتى يولي في قاضي سامي في المحكمه العليا ولا مدير في وزاره العدل، يعني يروح من 7 ملايين فاصل 7 ملايين سنتيم، ربما يلحق في اخر لاكارير تاعو حتى 15 ولا 16. نعطيك هايدي اون ابروكسيماسيون، لكن في اخر المطاف هل القاضي اللي يطيحوا له يعالج قضايا تاع فساد اللي فيها الاف الملايير تعطي له انت 10 ملايين سنتيم؟ هل هذا يسمح له باش يكون في مأمن من الاغراءات يسوى لابري دي طونطاسيون؟ سؤال يبقى. انا سؤالي امين سامحني لكي اكون معك امين ولا نبخس الناس مواقفهم، فعلا كان الاجر يدور في المجال هذا، ولكن فيه اعتقد اجراء اتخذه السيد رئيس الجمهوريه مشكور منذ عام ونصف، يعني رفع الحد هذا الى حد معين، ولكن يبقى 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 السيد رئيس الجمهوريه قانع بان مكانه القاضي يجب ان ترتقي الى ما يجب ان يكون عليه. ولهذا منذ شهر تقريبا لما طرح وزير العدل مشروع قانون القانون العضوي للقضاة امام مجلس الوزراء، رئيس الجمهوريه طلب باثرائه وتعزيزه، وهذا السؤال اللي نوجهه للسيد النقيب، ما هي طموح تاعكم في هذا القانون العضوي؟ واش راكم تنتظروا في هذا الاثراء وهذا التعزيز اللي طلبوا رئيس الجمهوريه؟ شوف باش نكونوا واضحين في الامر هذا، احنا لسنا قضاة مطالب فقط، لا، احنا قضاة مسؤولين، والقانون الاساسي للقضاء ما يتحدثش على الاجر فقط. نعم الأجر شيء مهم، والحماية المادية والامتيازات المادية المشروعة شيء مهم كذلك، ولكن احنا نبحث عن قواعد تضمن استقرار القاضي في عمله بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن التدخلات. يجب أن يكون القاضي مستقلا في عمله وفي ذهنه، ولا يخضع إلا لضميره والقانون فقط، هذا هو الهدف تاعنا. الان كيف ياتي هذا القانون؟ مهمة جدا طبعا. نعم. مهمه. تفضل نعم. استاذ، كيف يكون اخراج هذا القانون؟ نحن طبعا سنقدم كما قدمنا من قبل، احنا قدمنا من قبل اقتراحاتنا، ولكن اعتقد انه بفتح الباب مجددا امام اثراء هذا القانون سوف نطالب مره اخرى ونشارك في اثرائه. احنا مش راح نخرجوه لينا كجيل حالي، هذا القانون يكون واجهة للقضاء الجزائري لعقود مقبلة، وإحنا نفتخر لو نخرجوا نموذج للقانون الأساسي للقضاء يكون نموذج راقي ومقبول، أنه يدرس في الجامعات ويدرس لدى المعاهد الأجنبية. لما لا؟ علاش ما نكونوش إحنا قدوة للآخرين؟ لماذا ننظر دائما إلى أن الآخر هو أعلى منا درجة ودائما نقلده في كل شيء حتى في القوانين؟ يجب أن نكون نحن من يقلدون الآخرين، لما لا؟ أستاذ، هذا مطلب مشروع في هذا الموضوع. اسمح لي مراد، في هذا الموضوع كيفاش تشوف العلاقة بين وزارة العدل والقضاة؟ طبعا العلاقة بين وزارة العدل والقضاة في نفس السياق. نعم. لأنه نفس تقريبا نفس الفكرة. نعم. مرتين درك هو يتكلم على استقلالية القضاة أو القضاء. نعم. هكذا، هل القاضي يتميز او يتمتع باستقلاليه هنا في الجزائر ام لا؟ والا يعني مازال امور بعيده. تفضل. يعني سؤال وجيه يا استاذ مباشر، ماذا بينا؟ وانا صريح معك، وانا صريح معك. تفضل. استقلاليه القاضي يصنعها لنفسه رغم كل الظروف المحيطه به. نعم. احنا عملنا خلال السنوات الماضيه أين كان هامش الحرية في العمل القضائي يتراوح بين وبين، وكنا مستقلين في أفكارنا. الآن عندما القاضي، لأنه استقلالية القضاء مش واجب للدولة على الدولة فقط، هذا التزام شخصي من طرف الشخص اللي يتقدم للقضاء. يا أخي لازم تعبر، لازم تكرس استقلاليتك بنفسك، ومن بعد الطالب من الدولة تحميلك الاستقلالية. إذن باختصار، الدولة يجب أن تحمي القاضي، والمجلس الأعلى للقضاء يجب أن يضمن استقلاليته، والقاضي يجب
أن يثبت استقلاليته، يعني العمل متكامل إذن والالتزامات نعم. على الجميع. اسمح لي إبراهيم، السؤال راح يروح لمراد بوطاجين. حنا سقسينا على لو سالير تاع القضاة، بصح لازم يقول لنا شحال المحامين يديو. لا لازم يعطينا السؤال، ماشي هذا هو السؤال. هل رامي ديكلاري وكاع واش يدي؟ انا جايين الجزء الثاني من السؤال. تفضل مراد. شوف، اولا المحامي رجل قانون، اذا كان باش نجاوب قبل امين، اذا كان ما يديكلاريش هذا يعني راه خارج القانون، راه تعدى يعني. ما قلناش ما يديكلاريش مراد، قلناش ما يديكلاريش كاع واش يربح. لا يعني راه خرق القانون، دونك هذا ماهوش رجل قانون، وادى اليمين القانونيه، هذه وحده. هذه وهنا كما قال الاستاذ هنايا، عطينا لا موين شحال يربحوا المحامين. المحامين مهنه مستقله. شحال لا بيبر؟ بتهضر على نفسي انا؟ لا لا ماشي انت. لا نهضر انا صريح، انا لما يعني عملت في المحاماه تخصصت في المجال الرياضي. شحال كنت ديال الجوار تاع بالون؟ عم يشوفوا فيها الرياضيين تقريبا، يعني اغلبيه الرياضيين كانوا يجيو عندي يعني مباشره، يعني ثقه وربما. عطينا لا موين شحال تربح؟ بالنسبه لكل ملف. ملف يتراوح بين 4-5 ملايين القضية. مليون دينار لا 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 كيف 4 مليون دينار؟ لا 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 5 ملايين شو القضية كامل؟ كل ما يجي عندك 5 ملايين بالنسبة للقضية. أستاذ عندك تعقيب، عندك تعقيب. تفضل. هو فقط ومن باب الأمانة أنه أتعاب المحامي هو حر في تحديدها بموافقة يعني زبونه، ولكن ما دام المحامي حر في طلب الأتعاب اللي تناسبه يجب أن يكون نزيها مع المتقاضي فقط، هذا هو المطلوب. صح صح. أما شيء آخر، واحد ما يحاسب المحامي على المبلغ اللي يطلبه، وكما كاين محامين يقدروا أتعابهم فوق 100 مليون، كاين محامين مبتدئين راهم يعانيو ربما مليون وبزوج ملايين يخدم، ويعني وحق الإيجار ما يقدرش يلحق له. هذه يعني للأمانة. وانت كمقدم البرنامج اتجه نحو الرياضيين وقول لهم شحال كانوا يطلبوا لكم، هذا ما كان مباشرة. تفضلوا. حبيت نهضر هكذا عموميات مختصرة على القضاء الجزائري. هو صرح عظيم عبر التاريخ. مجالس الفقه قديما في الجزائر كان يقضى فيها للناس، وكان في الجزائر عبر العصور قضاة لامعون في المقاومة، كانوا مع المقاومة حتى في ثورة المغيلي على دولة اليهود في أدرا. راك عميق يا إبراهيم، راك عميق. عجبتك فادي صفقوا له إبراهيم. وطلع في التاريخ حتى ابن كريو الشاعر الغواطي العظيم اللي كان اشتغل في القضاء ولمواقفه نفاوه من الغواط المنيعة ومتاعب كبيرة في حياته من أجل مواقف ومن أجل آراء. وزيد حتى الثورة تاعنا اللي ساهموا فيها الحقوقيون ورجال القانون الجزائريون. والآن كم عندنا من قاضي كتبه تعمر وتثري المكتبة الوطنية، كتبه في القانون هذا جانب مضيء في القضاء الجزائري علينا أن نقف عنده. جميل جدا. مصطفى زبدي وقتاش راح تقاضي بول نوار؟ شكون بول نوار؟ ماشي هو بصح اللي ينتميو ليه. ماشي هو. هو سلك. هو شابنظر يعني حكم الراس. لا نهضروا صراحه يعني، وحتى تحدثت مع الاستاذ الحمد لله الان قانون حمايه المستهلك 0903 القديم كان يسمح لجمعيه حمايه المستهلك بالتاسس وتاسسها في عده قضايا، وخاصه قانون مكافحه المضاربه الغير مشروعه اللي يعني يركز على جمعيه حمايه المستهلك، وتقريبا يعني يتم استدعائنا ويعني ومطالبه تاسسنا الحمد لله. يعني تقريبا في غالبيه الولايات الان رانا نتاسسوا كطرف مدني ونقدموا شكاوي مباشره يعني، وحتى مع مديريه التجاره يعني في هذا المجال. وبالتالي اعتقد انه القضاء يعني وسيله من الوسائل المهمه جدا لاجل يعني تسوية السوق ولأجل ضبطه. جميل جدا. قبل ما نفوتوا للجزء الثالث من السياسة، عندي شهادة فيما يخص بوطاجين وملاحظة فيما يخص بلعزوك. الشهادة فيما يخص بوطاجين المحامي، الأتعاب اللي يطلبها عمرها ما كانت مبالغ فيها، وهذه الشهادة تاعي أنا نعرفه،
والثانية يسعى دائما أنه الحل يكون ودي بين الرياضيين والأندية. هذا إشهار مكتب محمد. لا 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 والتدريس على مستوى الجامعه وطلب التعيير. انا احتاج رسميا 5 مليون دينار اللي يربحها مراد بطاجين كل شهر في الدينار ندوا منها 10% في الحساب. الشكوى ارفع دعوه كي يخرجوا من الحصه هذه باش لازم يثبت ويجيب ادله على انني جوستومون الملاحظه السلام عليكم. كنت حاب نقولها فيما يخص بالعزوك اخواني اخواتي، انت اللي في دارك وانت اللي راك ما على بالكش لافيش دو باي تاعك شحال، تقدر تروح عند بلعزوق يقول لك شحال تخلص وانت ما على بالكش، مختص في لافيش دو باي. ما انت يا مراه تقدر يجيب لك تخاف يفتح لنا انسيت تكتب مصطفى الزبدي شحالك تخلص. مصطفى ما تهضرش عليه بزاف باسكو دوك يقول لك على المباشر شحال تخلص. هو على باله بلي انا ندور 7 ملايين و200 وهذيك هي ونحمد ربي. شكرا، نتلاقاو في الجزء الثالث.